الإيرانيون دائما يسعون إلى أن يكون بلدا بجوارهم آمن، وهذا البلد أن تكون العملية السياسية أيضا منتجة، وأن يكون هنالك تبادل لاقتصاد بين البلدين ومع دول الجوار أيضا. ولذلك الإيرانيون دائما مدخلهم مدخل خير، ويسعون دائما إلى الدفاع عن هذا البلد الذي تناوشه داعش. يدخلون بالسياسة، سياسة بشأنه الداخلي، هاي شلون؟ لا 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 لا، يسعون إلى لملمة، يساعدون العراقيين فيما بينهم على لملمة، وأيضا لهم علاقة جيدة مع الكرد سواء كانوا اتحاد أو ديمقراط، وأيضا هنالك اتصال مباشر بينهم وبين السيد البرزاني في هذا الخصوص، ولذلك السيد البرزاني يستعين بهم ويتشاور معهم، ولا دخل لهم بأنه استبعد زباري أو جاءوا ببرهم صالح، وإنما يهمهم وحدة الكرد كما تهمهم. طيب سنتي وشيعتي سيد، اضمع على المقاطعه، لكن هذا الحديث سيد، هذا الحديث نعم. دبلوماسي. نعم.